لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، أي يوم القيامة. وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة، فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال عز وجل بعد ذكر قسوة القلوب: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقوله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني من كان بالحال التي وصف الله عز وجل من أنه جعل في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء قلوبهم وإزالة الغل والسد والطبع والختم الذي على هذه القلوب إن شاء سبحانه وتعالى. فلا ييأسوا من رحمته أحد في هذه الدنيا، هو سبحانه وتعالى قادر على هداية من شاء من خلقه. ولو تضرع عبد لربه سبحانه وتعالى وأناب إليه لهداه وشرح صدره للحق وأقبل عليه بعد إعراضه عنه، كما أنه القادر عز وجل على إحياء الأرض بعد موتها، وعلى أنه يحيي الموتى يحيي أبدان الموتى يوم القيامة. فيسير عليه إحياء القلوب بالإيمان كذلك، هو يحيي الموتى من جميع الأنواع، كما أن الأرض ميتة فيحييها بالزرع، والأبدان موتة فيحييها بالبعث يوم القيامة، كذلك القلوب الموتى يحييها الله عز وجل بالإيمان إذا شاء. وقوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي من الأعمال. وفي قوله وآثارهم قولان: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب ما قدم ما عملوا من أعمال. وآثارهم قوله تعالى ونكتب، أي نكتب آثارهم، فيه قولان: أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها من بعدهم، أو آثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه قصة المجتابي النمار المضري، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من مضر أو جماعة من مضر، عمته من مضر أو كلهم من مضر، مضر قبيلة، مجتابي النمار، النمرة ثياب صوف مخططة بيض وسود، مجتابي النمار يعني مخرقي النمار مقطعة يعني من شدة الحياة التي هم فيها، فأمر يعني ساءه ذلك صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس وأثنى عليه وأمرهم بالصدقة، فجاء رجل بسرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، فأضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة. قال: فلما رأى الناس ذلك تتابع الناس على الصدقة حتى اجتمع كوم من الثياب والطعام، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. كان هذا الرجل الأنصاري هو الذي سن هذه السنة الحسنة، تتابع الناس على الصدقة بعد عمله ذلك. فهذا من ضمن الآثار، ما أثر من بعده، ما ترتب على هذا العمل من بعده. رواه ابن أبي حاتم عن جرير فذكر حديث بطوله، ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ورواه مسلم فذكره. وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، قال: ما أورثوا من الضلالة. هذا في النهاية الأخرى في المعاصي والبدع والضلالات، نعوذ بالله. عن سعيد بن جبير في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما أثروا، يقول: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موته، فإن كان خيرا فله مثل أجورهم، لا ينقص من أجر من عمله شيئا، وإن كان شرا فعليه مثل أوزارهم، ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا. ذكرهما ابن أبي حاتم، وهذا القول هو اختيار البغوي. والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية. الآثار اللي هي خطوات المشي يعني التي تكون على الأرض. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما قدموا أعمالهم آثارهم، قال: خطاهم بأرجلهم. كذا قال الحسن قتادة: وآثارهم يعني خطاهم. قال قتادة: لو كان الله تعالى مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الريح من هذه الآثار. يعني هو أصلا شيء لا يستقر ومع ذلك مكتوب، فما بالك بالشيء المستقر، الآثار التي تعفيها الريح التي
تسفي عليها تذهبها. يقول: ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله، حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. خطوات الأقدام على الأرض مسجلة، كل مشي تمشيه في طاعة أو معصية هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وقد وردت في هذا المعنى أحاديث. الحديث الأول: روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم. جواب الأمر: تكتب آثاركم، خطواتكم إلى المسجد. وهكذا رواه مسلم. الحديث الثاني: رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قالت: كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد، فنزلت: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية، ثم قال: حسن غريب. ليس المقصود والله أعلم نزول الآية أول مرة، فإن السورة مكية والحديث في المدينة، ولكن يمكن أن تكون نزلت جوابا لهم، أي نزل الوحي بأن يتلو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ليعرفوا فضيلة ما هم فيه من كتابة الآثار. ورواه ابن جرير، وروي من غير طريق الثوري، رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي سعيد قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقاموا مكانه في مكانهم. ورواه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفي غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكمالها مكية، فالله أعلم. الحديث الثالث: رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه، وليس فيه شيء مرفوع، بل ذكر نزول الآية على طريقة البخاري يجعله مرفوعا. سبب النزول لما يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تنزل آية على سبب، البخاري يجعل هذا مرفوعا. ورواه الطبراني عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثرهم، فثبتوا في منازلهم. الحديث الرابع: رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولما يا رسول الله؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. في إسناده ضعف. منقطع الأثر هو المكان الذي ينقطع فيه أثر الإنسان بالموت. وروى ابن جرير عن ثابت قال: مشيت مع أنس فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدا، فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي، فقال: يا أنس، أما شعرت أن الآثار تكتب؟ أما شعرت أن الآثار تكتب؟ وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة، التي فيها قدوة بهم بمن مات يعني من خير أو شر بطريق الأولى. إذا كانت الآثار التي تعفيها الريح تكتب، فما بالك بالتي تبقى هي أشد تأثيرا في الخلق. وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد ابن زيد ابن أسلم. وكذا في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إمام لأنه يؤم، يقصد ليعرف ما فيه من عمل هذا الإنسان. هو ذكر أنه كل شيء أحصيناه في إمام مبين اللوح المحفوظ، ثم عاد يشير إلى أنه كتب الأعمال. والظاهر أن الذي أحصى كل شيء هو الكتاب الأول اللوح المحفوظ، أم الكتاب، الإمام الذي يقصد إليه في كل شيء من أجل أن يعرف ما فيه من الحق، من الحقائق التي وقعت. أما كتاب الأعمال فهو أعمال كل شخص لنفسه بنفسه. كل شيء ظاهر العموم يبقى اللوح المحفوظ. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.